استعرض مجلس الوزراء المؤشرات الإيجابية التي حظي بها الاقتصاد المصري هذا الأسبوع من جانب عدد من المؤسسات الدولية في أحدث تقاريرها، ومنها تقرير مؤسسة مودز للتصنيف الائتماني، والذي يتحدث بشكل إيجابي عن أداء الاقتصاد المصري ومرونته أمام تقلبات الأسواق العالمية، فضلا عن انضمام مصر رسميا إلى مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة هذا المؤشر. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة مصطفى مدبولي، حيث أكد المجلس أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات اقتصادية حققت معدلات نمو حقيقي مرتفعة رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، كما أن مواصلة الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية يسهم في استدامة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري الإيجابية أمام تلك التحديات الاقتصادية العالمية. هذا وأشار رئيس الوزراء إلى الجولة التفقدية التي قام بها لمتابعة أعمال تطوير القوس الشمالي من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مؤكدا ضرورة سرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن. Mm-hmm.